استوانت غراموفون شيخ رشيد خسنتيني. الله عمري نسيتك يا زين في الأرض فضح أطلتيني وجيتك طلتيني وجيتك أو قلبي دي ما يسامح أفي دويرك يا سامعين من الديا والقوات خارجين بقرا جفني ذات مكسرين وانا يا اوهيا وانا يا اوهيا مولات العيون مترجحين والقريشه طبريه أسلبتيني بوتارك فكرون في منشط عليك استخبارات الله يبارك استخبارات الله يبارك عبين خمر الدواق أنا وياها قاعدين قنبري وتارات مقطعين ميدا برجينات مكسرين وطويج تقليق وطويج تقليق مولات الخدود المعمشين قولوا لي وين هي عقدنا قدم لحق وهاجوا علينا التفاكر قريب رجعنا في الدبيحة في الدبيحة يا زين يا زاوة الخاطر رجعنا في الشرب الغنى رجعنا في الندب قال ضرب الدبزايا الحباب والبوليسية والبوليسية غاب عليا وجه الغرب ما ولا شيليا والفم تقول شي شواري شواري فوق من أخراق وجاد من الأغراق فوق من أخراق وجاد من الأغراق فزادت شعلة ناري طال الوحش عليا وجرغب عليا وجه الحمار ودوك الودينات الكبار يسمعوا من المدية يسمعوا من المدية عيني أدخل شي برج الفنار غير يزمزم فيها
زين الزين مخلوق من عند رب العالمين عند استخبار يكتب على الكبلة والسردين فمها تقول شيء وبالر يسمع من ديبات ماندلر يبعد 16 كيلو دبر وشكارة زروضية وشكارة زروضية وحدة نهار كلات لي بوكي دفلر وشكارة زروضية مبروك سمع بنادك زوجت وانا نجيب تزوج مع يما مع الهبل هبل هبل قالوا قلنا كانوا صار وانا يا راني نستنى بالحفاد صار اسمع الهدي اسمع يا حسن اسمع عمو يما تخطب لي من باب الباب الدار وتبات عليا تقلي سبت لك صفات قمار وحدة بشفر معنس وعيون قد الفنجال وانا يا راينك نكبس داخل فيا خجال ويا تخلص قالوا قلنا كانوا صار وانا يا راني نسنى بزحفات كبار هكذا توقف لي في قلبي روح اسخفا هاي مرحبي بعمل الدنيا ما زوج انا يا توقف لي في قلبي بات نهترف والنوم يلا روحي تخطبي ها هو حق الملزوم تبات تحسب وتعاود قبل ما تخطب العروسة اشحال كليشة ترفد وقداش من كروسة وانا تاني غنسمع فيها يا اخويا قالوا قلنا كانوا صار وانا يا راني نستنى بزعفات كبار قلت لها نبقى عازب بركامة شهي فيا نصبر كي ربي طالب حتى يجيو يخطبوا فيا يا يما اذا صبتي زوجي لي ولا نهبل ويا ما كاش السكتي راو تخلي مرتصل اوا قالوا قلنا كانوا صار وانا يا غني نستنى بزحفات كبار نهار لي صابت لي وحده من عام وهي تختار بيت مع قوجة وخدة والوقت يطلع النهار للكامل وهي تقجم وانا راني بالحمى ساعات كلي ودني تشرم نحسبها هي يما قالوا قلنا كانوا صار وانا يا راني نستنى بزحفات كبار كيفاش ندير الكلمة رجعت بالتفسير تخاطبنا انا وجبدي الكبير قال لي زماني مزمان وخير قال لي وقتكم وقت الصلاة اري وبلان طوموبيلات الشمان ديفير والبابورات بدلوا لوقات غير بالشوفات لو يا بوبو يا لحنين وقتنا بالصاح باهي وزين الفم بالتبسيم والقلب حزين الراجل مكشي عشاته بالدين
قلتلو انتم علمتون للدق دو وقتون العسل والزبدة رقد صوفك مطرح ومخدة اتفرجوا دار واقف الوحدة. ضرب لي ضحكة وتسيكة فم وتبتشق تقول كعيكة قال لي اسمع يا ابني العزيز الصنس الكلام بو أبيكا. قال لي صح رقدنا ونمنا نومة كي شفناكم في طنس ونتوما اسمحنا لكم في زمان عزيز بيت والعايشة وفي الطومة. قلت له سلمتوا النقاع الطاجين اللي تغمس فيه عشر يدين اللي يسمع ما يزقرع ولي يجيه بنين يلحس مسكين. قلت له سلمتوا النقاع نص الخبزة اللي عليها الكل بالكبزة صيب الراجل يجري ويتركي مثل الديب مور المعصى. رفد عينيه واخزر فيا قال لي انتم بدلتوا دنيا اشعلتوا كان كيكم اصبح اخلص القصف فالعشية. قال لي دخلتوا بفلات على الحركات بيع البقرات اشري بعزات بيع المعزات جيب قنينات احلب دروق طزرة يفرات.